معدتك وجعتك يا سعاد؟ كلت كام حتة لحمة؟ كلت معاها ايه؟ تعالي اقول لك هتخففي من الام الجهاز الهضمي ووجع القولون واللخبطة بتاعة الاكل، هنعمل ايه؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، وأذكركم نفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبها نسعد بإذن الله تعالى. أول مشكلة بتتسبب في إحداث مشاكل الهضم أو الجهاز الهضمي، انتفاخ، حرقان في المعدة بالنسبة للحامل، لازم تبقى عارفة إن فترة حملها، لو هي ناسية نفكرها إن فترة الحمل بسبب التغيرات الهرمونية بيحدث نوع من البطء في أداء الجهاز الهضمي، فده من شأنه إنه يعمل مشاكل في الهضم. أضف إلى ذلك بعض السلوكيات الخاطئة اللي الإنسان عامة سواء حامل أو غير حامل بيعملها، فبتتسبب في مشاكل في الجهاز الهضمي في فترة العيد. طيب، يبقى نراعي إن إحنا أولا حضرتك كحامل عندك اصلا بطء في اداء الجهاز الهضمي، فواحده واحده على جهازك الهضمي في فتره العيد. ازاي؟ اول هام المضغ الجيد، نمضغ الاكل كويس، يعني بلاش البلع، بلاش البلع يا سعاد. طيب دي تتحقق ازاي، موضوع المضغ الجيد؟ ودي احنا ذكرناها في حلقه تانية اللي هي تسويه اللحمه جيدا جيدا بحيث انها تبقى بتدوب في البق دوب. البعض اجزاء اللحمه بتبقى قاسيه، قلنا نبعد عنها شويه لانها بتبقى بتشد في البق، فاثناء الشد في البق الواحد بيبقى مكسل يمضغ، لسه هقعد امضغ اروح بالع. عمليه البلع ده بيعمل مشكله في الجهاز الهضمي وبيتسبب هذا الامر في عسر الهضم. لذلك مهم جدا المضغ، اول هام لازم تمضغي كويس قوي وخدي وقتك كامل. في ناس بتاكل يعني معذره بقها مفتوح، واحنا بناكل نحاول نقفل بقنا، اولا دي من الاداب العامه، ثانيا بلاش الاداب العامه، انا قاعد في وسط بيتي وفي عزوتي ومحدش ليه عندي حاجه. الاكل والبق مفتوح بيخلي الهواء يدخل يعمل لي غازات، فالمضغ الجيد مع غلق الفم اثناء المضغ عشان ما يدخلش هواء مع البلع ومن ثم يحدث انتفاخات زيادة. تاني هام هو تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة. طيب أنا عايز آكل مع أهل بيتي في العيد اللحمة والفتة والحاجات دي، مفيش مشكلة، ولكن بالنسبة لك خلي الكميات صغيرة وكلي، عددي الوجبات بس كلي كميات صغيرة بحيث الجهاز الهضمي يجي له أوردر صغير. لما بناكل في وسط لمة العيلة الجميلة ولكن بننسى نفسنا وناكل مرة واحدة، الجهاز الهضمي يقول لك أنا خدت أوردر كبير قوي، أنا مش قادر أنفذ كل ده، فيحصل عسر. يبقى تقسيم الوجبات. حاجة تانية مهمة هي شرب كميات كافية من المية. المية بتساعد على تحسين أداء الجهاز الهضمي، وبدون المية بيحدث عسر في الجهاز الهضمي. شرب كميات المية، ونحاول ان احنا ما نشربش المية مع الاكل، نشرب مية خلال الوجبات ولكن اثناء الاكل في غلطة بقى، احنا شاربين مية واحنا بناكل. ممكن حتى لو عايزة تشربي اثناء الاكل ممكن نشرب يعني بق مية صغير، مفيش مشكلة، ولكن ان انا اشرب كوبايتين مية مثلا، اكل لقمة وبلع بكوباية اكل لقمة، ده يعمل لي يعني عسر هضم شوية. شرب كميات مية كافية خلال اليوم مهم جدا، ولكن نحاول ان احنا نبتعد عن شرب المية بكميات كبيرة فترة واحدة اثناء الاكل، ده بيعمل عسر هضم. دي برضو نقطة تانية. طيب ننتقل الى جزئية كمان، تناول الخضروات. طبق السلطة اللي فيه الياف ده بيساعد على تحسين الجهاز الهضمي بس بكميات برضو محدودة او معقولة، مناسب حصل اللي حصل وفيه انتفاخ وفيه حرقان في المعدة، نعمل ايه؟ ممكن نتناول المشروبات اللي بتساعد على تحسين الهضم. زي ايه؟ في بعض المشروبات مثلا شائع عنها انها ممكن تسبب الاجهاض، زي مثلا الشمر، الكمون، اليانسون، النعناع، الحاجات دي يقول لك بتحمي الطلق. طيب الكلام ده صحيح؟ الكلام ده ممكن يكون صحيح لو انا هشرب كميه كبيره، ولكن اللي انا مثلا محتاجه عشان مثلا انا معدتي يعني فيها انتفاخ وفيها مشكله في الهضم، انا محتاج اشرب كوبايه واحده، كوبايه واحده مش اكتر من كده. لما احس بانتفاخ ممكن اشرب كوبايه ينسون، كوبايه نعناع، كوبايه شمر، كوبايه كمون، بس كميه
بسيطه اللي هي كوبايه صغيره كده، والطريقه اللي بتعدي بيها المشروبات دي هي وضع الماء المغلي عليها مش غليها، وضع الماء المغلي عليها. ده افضل طريقه لاعداد المشروب الساخن او المشروبات اللي هي عباره عن زي اليانسون والنعناع والكمون والشمر. المشروبات دي بتحسن الجهاز الهضمي. طيب لا انا خايفه، لا انا خايفه مش عايزه اخد الحاجات اللي بيقولوا انها ممكن بتحمي الطلق، احسن ايه يحصل لي اجهاد ولا حاجه. طيب عندنا مشروب جميل جدا ومناسب في فتره العيد، الا وهو عصير الليمون. ليه بقى ده مناسب في العيد؟ عصير الليمون فيه فوائد كتيره جدا، من اهمها ان هو اصلا مصدر فيتامين سي، ومصدر فيتامين سي ده واحنا بناكل اللحمه، اللحمه فيها حديد، فالحديد اللي في اللحمه ده فيتامين سي ده بيخلي الجسم يمتصه بشكل كفء بشكل افضل، فتلاقي ان الجسم استفاد من الحديد اللي موجود في اللحم. يبقى دي اول فايده. ثانيا الليمون بيعزز من اداء الجهاز الهضمي، بيحسن من اداء الجهاز الهضمي. عصير الليمون بيساعد الجسم على طرد السموم منه، وده برضو شيء مهم جدا وبنحتاجه في فتره العيد. الليمون بيساعد الجسم على تعزيز الحرق، الجسم بيحرق افضل، وده برضو مهم جدا في فتره العيد. الليمون بيحتوي على الياف اسمها الباكتين، الياف الباكتين دي بتشعرك بعدم الجوع او بتشعرك بالشبع، وده مهم جدا عشان عدم الافراط في تناول كميات كبيره من اللحوم واللازم منه واللي انت عارفاه. بيحسن من اداء الدوره الدمويه، بيحسن من مستويات الضغط، وكمان مفيد للجهاز التنفسي ومضاد للالتهابات، يعني فيه فوائد كبيره جدا ومفيش منه اي ضرر بالنسبه للحامل ولا بالنسبه للجنين، بل بالعكس فيه فايده كبيره جدا. وممكن حضرتك تشربي كوب من عصير الليمون، بس يعني حاولي بلاش سكر، ممكن تحليه بالعسل الابيض مفيش مشكله. برضه معتقد شائع ان المشروبات الغازيه البيبسي السيفن الحاجات دي كلها نحبس بيها عشان تحسن من الجهاز الهضمي، الكلام ده مش حقيقي، لان المشروبات الغازيه غازات من شانها انها تعمل انتفاخات، فالمشروبات الغازيه بتنفخ البطن ومش بتحسن من اداء الجهاز الهضمي. برضو نفس القصه الاعتقاد الشائع او الكلمه اللي دايما الدارجه، يلا نحبس بكوبايه شاي او بفنجان قهوه. الكافيين برضه بيسبب مشاكل الجهاز الهضمي، انا مش هتكلم بقى عن المشاكل التانية، ولكن انا بتكلم هنا في الحلقه دي بس عن الجهاز الهضمي. الكافيين لوحده بيعمل مشاكل في الجهاز الهضمي، بيخلي الجسم ما يستفيدش من بعض الفيتامينات والمعادن اللي ممكن يكون حصل عليها من الاكل. في حاجات كتيره جدا بتروح منك كده ويبقى اكلت اكل فاضي بسبب ان انت شربت شاي او شربت قهوه او الكلام، لما المعده يبقى فيها مشكله، فيها حرقان كمان في المعده، الكافيين بيرفعها، حرقان المعده ومشكله الجهاز الهضمي الكافيين بيزودها أكثر. بالنسبه للحموضه نحاول ان احنا زي ما قلنا تقسيم الوجبات ده هيحل لنا الحموضه. طب جات لك الحموضه، ممكن تاكلي عنقود صغير من العنب، عنقود صغير من العنب كده بيضيع الحموضه، ده كمثال. عصير البطاطس النيه بيضيع الحموضه. طيب مش نافع معايا الحاجات دي وعايز اخد دواء حموضه، ممكن من ناحيه ممكن فممكن، بس الافراط في تناول مضادات الحموضه بيخلي الجسم عنده مشكله في امتصاص بعض برضو الفيتامينات والمعادن، ودي على المدى البعيد مش حلو، ولكن كشيء اضطراري مفيش مشكله. بعض ادويه مضادات الحموضه امنه في فتره الحمل، استشيري طبيبك الخاص فيها. وكمان برضو بعض الادويه اللي بتنظم عمل الجهاز الهضمي، استشيري طبيبك الخاص فيها. وايضا المشاكل الخاصه بالامساك، في بعض الادويه الامنه، وطبعا مش هنذكر اي اسم دواء لان هذا من شان الطبيب الخاص بحضرتك، ولكن كنوع من انواع يعني التوعيه بالصحه العامه، فتناول عنقود صغير من العنب ممكن يخفف لك الحموضه، مثلا تناول عصير البطاطس النيه او البطاطا النيه بيخفف من الحموضه، وكمان عندنا شرب الميه بكميات كافيه، وتقليل حجم الوجبه نصغرها، وبلاش دهون، الدهون دي بترفع نسبه الحموضه، وممكن نشرب زي ما قلنا المشروبات اللي تحاول انها تحسن من اداء الجهاز الهضمي، ولكن دون افراط، ناخد كوبايه واحده لما نحس بهذا التعب. وبشكركم شكرا جزيلا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.